جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومن هذا المنطلق فإن هناك خطة تقوم بها الدولة خلال الفترة القادمة بهذا الشأن. الخطة تتضمن الإسراع من وتيرة العمل في مد شبكات الغاز للوحدات في المحافظات والمدن والقرى والأحياء، والتركيز على إعطاء الأولوية في التنفيذ لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر كثافة سكانية أو التي لم يصل الغاز من قبل لها. نتابع. عندما تقترب من هذا المشهد أكثر وأكثر فإنك تلاحظ أن هناك عمالا منهمكون في عملهم، لا تشغلهم حرارة الشمس التي يعملون تحت أشعتها، لكن هدفهم هو توصيل الغاز الطبيعي لأهالي تلك المنطقة التي تقع في حدائق الأهرام في أقرب وقت ممكن. منطقة جديدة داخل حدائق الأهرام بيتم توصيل الغاز الطبيعي فيها لأول مرة من خلال خطة الدولة الطموحة اللي خلال هذا العام. زي ما حضراتكم شايفين ورايا المعدات شغالة لتنفيذ الشبكة الأرضية، بيتم تنفيذ الشبكة بكافل مراحلها للوصول لغاية المنازل بالكامل. وبعد أن اكتملت أعمال الحفر والتركيبات ذهبنا إلى عدد من المواطنين الذين تم توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم. نقلة جامدة جدا، يعني تفرق معايا كتير قوي قوي عن ان طبعا اتعامل بانبوبه، وفي الزمن احنا فين دلوقتي في القرن الكام، تبص تلاقي يعني صعب الانابيب ان انا انتظر انبوبه تجيلي وكده. فاحنا البوتاجاز طبعا الطبيعي فرق معانا كتير قوي قوي. سعيد جدا بدخول الغاز، وحاسس ان طبعا هوفر في الغاز، هوفر عن الانبوبه ومشاكل الانبوبه وشيل وحط، ساعات ممكن حد ما يعديش. بعد المهم باجراء جهاز تيست، واخد بس ساعتك، ده جهاز تيست بنعمل بيه تيست للمواسير كلها بما داخل فيها البوتاجاز والسخان. ده بيديني اوكي ان عمليه التسريب ممنوعه في الشقه خالص من السلامه والصحه المهنيه، واخد بس ساعتك. بعد كده نقوم باجراء البوتاجاز، تحويل البوتاجاز والسخان. وبفضل جهود الدولة كانت الإنجازات تأتي متتالية في هذا المشروع العملاق، ومن ضمنها توصيل الغاز الطبيعي إلى 27 مدينة وقرية لأول مرة خلال عامي 2016-2017، ليصل عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها حتى الآن 8.5 مليون وحدة سكنية. توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كان حلما يراود الكثيرين، لكنه أصبح واقعا في كل ربوع مصر، وذلك بفضل جهود الدولة التي تقدم خدماتها للمواطن أيا كان موقعه. أحمد أبو علم للتلفزيون المصرية.